الراجل في مصر ابتدت الكالتشر بتاعته تتغير من 3 سنين كده. ابتدى الراجل يهتم باللوك، سواء اللوك في لبسه، اللوك في شعره، اهتمامه بان هو يروح الجيم، ياخد باله من نفسه شويه. واحنا لمسنا دون في الفيلد بتاعنا بان ابتدت القصات تتغير. مشينا فتره طويله قوي على الكلاسيكيات، دلوقتي لا، الناس من سن 21 سنه لغايه 47، اللي هم مش الشباب الصغير، اللي هم الناس المسؤولين عن شغل، اللي بيتعاملوا مع الجمهور، اللي بيقدموا خدمات، الحاجات دي، ابتدوا يغيروا من الكلاسيكيات، راحوا ناحيه السيمي كاجوال، راحوا ناحيه الكاجوال. المكان بيقدم خدمه اي كلاس، الهيجين اعلى حاجه المفروض تبقى موجوده في اي مكان كبيوتي سنتر، لان طبعا انت بتتعامل مع حاجات قريبه قوي 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 للعميل، فالكلاينت لازم تحافظ له على صحته، فالهيجين ده اهم ما يكون. احنا زينا زي دكاتره السنان بالظبط، لازم يبقى الهيجين عالي جدا. كل اللي بيبقى جاي على حسب سنه، سواء من 20 او 30 سنه، اغلبيتهم اللي بيبقى معتمد على فنانين مطربين حد مفضل بالنسبه له يعني. في اللي بيتمسك برضه بالقصه المفضله بتاعته اللي هي العادي اللي هو بيعمله كل مره. انا هنا بقالي 5 سنين هنا، معتمد سيستم المكان على الحجز، مفيش انتظار لعدم الدوشه، عشان كل كلاينت ياخد السيرفيس بتاعته والكواليتي كامله. هنا القصات الجديده بتعتمد على الفيد 3D، اللعب وكده، ممكن حد يرسم لحد حابب حاجه، بيجيب مثلا صوره او كده عايز يعملها فبننفذها له.